الأجيال الجديدة من الشبان اللي اتولدوا هناك في المهجر رأفت بيه، شايفين المشهد المصري إزاي وشايفين الانتخابات إزاي؟ ده بقى يوسف ايه اللي احنا بنشتغل عليه كاتحاد عام، ان احنا بنحاول نشرك ابناء الجاليه اللي هم الجيل الثاني والثالث، ايوه اللي هو ما يعرفش حاجه عن مصر كتير، ما زارش مصر. حتى احنا بنحاول ندعم في مؤتمراتنا حتى لو معكش رقم قومي، يعني احنا عاملين الحمله بتاعتنا دي المره دي في الانتخابات الرئاسيه هذه المره، انت خد ابنك معاك، خد ابن ابنك معاك، خليه يشوف هذا العرس الانتخابي. احنا كلنا هنا اتعودنا على الانتخابات الامريكيه، بننتخب في الكونجرس، في السنت، في الجوفرنر، في المير، واو على اخره. فاحنا عايزين الشباب ده الجيل الثاني والثالث يعرف ايه اللي بيحصل في مصر، يعرف مصر ايه اللي وضعها الاقليمي والدولي دلوقتي شكله ايه. عايزين الشباب ده ياخد المسؤوليه بعدينا على اساس ان هو يقوم بدوره الوطني ويبتدي يطلع رقم قومي. صح. واللي عنده رقم قومي مكتوب فيه مقيم في الخارج يتعدل فيما بعد، لان يعني طبعا زي ما حضرتك تعرف ان احنا عندنا معوقات كبيره. احنا بنتكلم على امريكا كقاره، فانت عندك 5 قنصليات في 50 ولايه. صحيح. بين الولايه والولايه 5 ساعات طيران. طبعا طبعا كنا نامل هذه المره ان يكون في تغييرات، زي مثلا اللي مكتوب في الرقم القومي بتاعه مقيم في الخارج، هذا لا يحق التصويت لانه غير مسجل في قاعده البيانات في لجنه الانتخابات. فده بينحرم من دوره الوطني ودوره الدستوري. نامل ده ان كان يتعدل. في حاجات كثيره جدا كنا نتمنى ان هي تتغير في المره دي، بحيث ان احنا كل المصريين، احنا هنا في امريكا 1.5 مليون، يعني التعداد اللي وصلنا له اخيرا احنا حوالي 1.5 مليون مواطن مصري يعيش في امريكا، كله يتمنى انه يقوم بدوره الوطني. بس احنا المره دي شايفين اقبال رهيب من الناس على هذه الانتخابات، لانه حاسين بالوضع اللي حاصل في الشرق الاوسط، اللي حاصل في اوكرانيا، اللي حاصل في سيناء، في اسرائيل وفلسطين، فشايفين ان الدنيا بتتغير. واحنا محتاجين فعلا في هذه المرحله رجل بهذه الحكمه، بهذه الحنكه، بهذه الاراده، بهذه القوه. وانا اعتقد ده انا بتكلم يعني باللي انا بسمعه من الناس وعلى راي يعني رايي الشخصي، ان الرئيس السيسي هو رجل المرحله القادمه. فعلا هذا الرجل رجل محترم، رجل وطني، رجل شريف، رجل فعلا عنده بيج فيجن لمصر، وعايز يطلع مصر يحطها على الخريطة العالمية. الظروف معنا نعلم هذا الوضع الاقتصادي في العالم كله، واحنا في امريكا هنا. عشان بس عايز اقول للناس اللي بتسمعني، يكفي ان انت عايش في امن وامان. انا في امريكا هنا مش عايش، انا هنا في امريكا مش عايش الامن والامان اللي انت شايفه في مصر. انا عندي المشكلة الاقتصادية عندي هنا اضخم ما هي موجودة عندك في مصر. معقول؟ ممكن الناس تقول ده بيقول ايه، لكن انا عارف، انا بقولي كويس، ان انا بيزنس مان وشايف الاسعار هنا اللي طلعت 40-50%. اي نعم هتقولي الدخل فرق، بس احنا متعودناش على الاسعار دي. ليه؟ لان العالم بيمر بحاجات احنا شايفينها، نطلع من كورونا، نخش على اوكرانيا، نخلص اوكرانيا، نخش على فلسطين وغزه، نخلص ده، ما عالم بكره بيحصل ايه. الوضع العالمي كله متغير. فانا بعتقد الرئيس عبد الفتاح السيسي هو رجل المرحله القادمه، ونامل ان شاء الله اننا نشوف الفتره يوم الجمعه والسبت والحد الجايين في الانتخابات الرئاسيه، اننا نشوف كل المصريين على مستوى العالم المغتربين يقوموا بدورهم الوطني، يقوموا كده. ده عرس انتخابي، تخش السفاره كده تشوف الاعلام المصريه وتسمع الموسيقى المصريه وتحس ان انت بتعمل واجب وطني لبلدك. لان احنا في الخارج هنا يا استاذ يوسف، اما بنسمع حاجه عن مصر احنا بنبقى عاملين زي اللي، لان انا عايش بره عايز اسمع كل حاجه حلوه عن بلدي، اللي عايش جوه ما بيحسش باللي احنا حاسينه بره. ان شاء الله مصر امنه ومصر ربنا يحفظها، وان شاء الله هتبقى انتخابات. وده اللي احنا بنقوله للجاليه هنا، عاوزين العالم كله يتكلم على الانتخابات دي. ما ينفعش انك تطلع تقول صوتي مش هيعمل فرق، لا، صوتك يعمل فرق. يكفي ان بينك وبين نفسك وقدامك وقدام اولادك واسرتك ان انت عملت الواجب الوطني بتاعك تجاه بلدك، وقمت بالدور اللي كفله لك الدستور. طبعا وتجاه نفسك. ان شاء الله هنشوف انتخابات حلوه نزيهه محترمه، وعايزين العالم كله يتكلم عنها. انت حضرتك يعني ما تعرفش احنا بنعمل ايه مع الاعلام الامريكي هنا، لان يعني في اعلام موجه، في اعلام مضاد، وده اعلام معروف من زمان. صحيح. ان شاء الله انا برضو عندي حلقه تلفزيونيه بكره في البرنامج بتاعي هتكلم فيه كله مع الجاليه، لان فعلا لازم نعمل
هذه الثلاث ايام او ثلاث ايام تاريخيين بالنسبه للجاليه المصريه اللي موجوده في امريكا. صحيح صحيح. انا بشكرك جدا 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 رأفت بيه، كل الشكر للاستاذ رأفت صليب رجل الاعمال المصري الامريكي ورئيس اتحاد العام للمصريين بالولايات المتحده الامريكيه.